علولو يا قلبك يا علولو، ضرب الجزاء والاروع والاجمل، وبتبدا كمان وحاططها ولا اروع ولا اجمل في خلصت البطوله او سهلت البطوله للنادي الاهلي في اول ضربه ترجيحيه. الحمد لله ان شاء الله. اول حاجه مبروك على النادي الاهلي الكل الثلاثيه اللي حققناها اثناء بعد تعب كبير من الناس الكل. الحمد لله بثلاثيه تخلينا نحضر ان شاء الله الموسم القادم في اريحيه كبيره. ما زالوا عندنا زوز القاب في موسم 2020. ان شاء الله النادي الاهلي قادر انه يحقق الخماسيه ان شاء الله. نخدم على ارواحنا، عندنا تو شويه وقت ان شاء الله باش نحضروا المقابلات القادمه. مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، مبروك المجلس الاداره للجهاز الفني واللاعبين الكل على المجهود طول الموسم كامل. ان شاء الله من حسن الى احسن ان شاء الله. مليون مبروك حبيبي. مكملين معاك كابتن ايمن. بدر بنون يمكن نجم نجوم النادي الاهلي، يمكن ولا اروع ولا اجمل النهارده بيحرز ضربه. كابتن سيد، كابتن سيد